صراحة يعني العودة يعني راه رغم ذلك شفتي انت المباراة يعني الفوز وتسجيل هدفين يعني الحمد لله حسن عودة، لكن ما كنت في المستوى ديالي يعني ريت باقي شوية بعيد عليا. الحمد لله سي جمال تاق فيا وعطاني هذه الفرصة باش نرجع يمكن المكان ديالي، والحمد لله هذاك الشيء اللي كان، وان شاء الله نوعد الجمهور الرجوي بأن ان شاء الله القادم احلى ان شاء الله. صراحة يعني كنفكروا بمباراة ما فكرناش في بركان، فكرنا في المباراة ديال اليوم. ان شاء الله غنساو المباراه ديال اليوم وغنفكروا بمباراه بركان ان شاء الله، وان شاء الله ملي غنسالي مباراه بركان عاد نفكروا في ترجي ونفكروا في كاس العرب ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله.